الوالدة بغيت نقول لك إلا كنتي كتقراي هادشي عارفي بلي ما عمرك ما غادا تشوفيني مازال، ولكن كوني متأكدة بلي راني بخير ومرتاح. دابا صباح الخير، نهار جديد ولكن كيف كاع النهارات. فايق الصباح بالسيس باش نمشي لافاك، وأول مشكل كنفكر فيه هو كيفاش غادي نوصل لافاك. إلا خديت الطاكسي غادي نتحنسر في الغدا حيت خاصني نتغدى في لافاك، وتابعاني البريباراسيون لواحد الكونترول في العشية في القهوة. أما إلا بغيت ناخد الطوبيس هاديك مشكلة خطر، حيت صعيب باش تلقى بلاصتك، وغادي نبقى نتسنى شحال ويمشي عليا الحال. زيد عليها الشيفور ديال الطوبيس اللي كيسحب ليه راسو سايق 103 وناسي بلي هداك الطوبيس عنده مشكل في الفرانات. هادشي عرفتو نهار تقطع الفران ووقف الطوبيس حيت كانت واحد طلعة وصافي. من بعد التفكير كامل وهاد الفيلم اللي داز في دماغي في 10 ثواني قررت ناخد طاكسي، واخا غادي نمشي نضرب في الغدا نص خبزة فيها فروماج وكاشير باش نشيط صرايف. وصلت لافاك في الوقت ولكن دماغي باقي ما وصلش، حيت البروف كيشرح وانا مغيب كيف الاغلبية ديال الناس اللي معايا في الكلاس. حنا المغاربة خاصنا نبداو القراية مع 10 ديال الصباح، حيت الدماغ عندنا بحال شي طوموبيل مازوط موديل 90، خاصك تخليها ساعة باش يلا تسخن، خصوصا لكان الحال بارد. راك يبان لك بنادم بحال اللي كيجي يضرب الميطة الثانية ديال النعاس في الكلاس. اصلا البروف حتى هو باين عليه جاي بزز، وغير كيدخل كيبدا يقرا في الديابو، وملي سالي يقول لك واش كاينه شي كيسيون. تبلاتي غير نعرف علاش داوي، وديك الساعه نشوفو لي كيسيون. سالا الكور خرجت بالسربه باش نمشي للطواليت، حيت الصباح خرجت سربان يعني اجلت الخلاص ديال الضريبه حتى لهنا في لافاك. ولكن مع وصلت للطواليت وشفت واحد الحاله، تفكرت الوصف اللي عطاو السجناء ديال تزمان مارت للزنازين ديالهم، فقررت ناجلها حتى للقهوه. البروف اللي كان غادي يقرينا مع 10 ما جاش. صافي هي هذيك هضرت مع الدراري اللي متفق معاهم باش نمشيو نبريباريو في القهوه، ودرنا مع ديك الثلاثه نبداو. كانت فرصه زوينه باش نرجع على رجلي، منها نربح فلوس ترونسبور، ومنها نفكر في اجوبه ديال شي اسئله اللي كيدوروا ليا في راسي، بحال شنو كندير انا في هاد المدينه ومخلي والديا، حيت انا ساكن مع العائله ووالديا بعاد عليا بشي 400 كيلومتر، نظرا لان المدينه الاصليه ديالي الا ما درتيش فيها التكوين المهني غادي تبقى جالس في الدار. ولكن ملي كنلقى راسي ضربت 5 سنين وباقي ما شديتش الليسونس، كنقول مع راسي كون غير درت التكوين كون دبرت على راسي دابا احسن من هاد النم ديال الشيمي وصداع الراس. طاع عليا هاد السؤال في راسي حيت تفكرت والديا وتوحشتهم، كنشوف راسي كنضيع في الوقت هنا، خصوصا ملي هضر معايا الوالد البارح وحس بيا ما مرتاحش. قال لي شوف اولدي، يا لقيتي راسك ما باغيش تكمل اجي جلس حدايا، رانا الا كنتي حدايا ومرتاح هذيك هي الدنيا عندي. صراحه ملي سمعت ديك الهضره ارتاحيت شويه حيت نقص عليا الضغط، وفي نفس الوقت عرفت راه الوالد حس بيا وبغى يرفع عليا المعنويات. الصراحه المعنويات طلعوا مزيان، وهادشي علاش انا نيت دابا غادي للقهوه نبريباري مع الدراري، لعل وعسى نفاليدي واحد الموديل اللي هو السطاج الوحش في هاد السيمستر. بريباراسيون دازت مزيانه، ولقيت راسي ما كنت عارف والو. جاب الله واحد الدري معانا كان شاد الكور مزيان وشرح ليا بزاف ديال العيبات، حسن من البروف اللي دار معانا 40 ساعة في هاد الكور، والحاجة الوحيدة اللي باقي عاقل عليها هي الزواق ديال الديابو اللي داير. غادي راجع للدار البورطابل كيصوني، لقيتها الوالدة جاوبتها، بقات كتسولني كيف داز النهار كيف غادي مع القراية، مهم أسئلة روتينية اللي كملاتها بوصافي سيرتها الليل ونهضرو في الفيكس، حيت الدار موالفين ضروري يعيطوا ليا في الليل في الفيكس. راكم عارفين غير كتفوت 8 الفيكس كيولي فابور، وكناخد وقتنا في الهضرة. وصلت للدار شعلت البيسي بديت كنتفرج في واحد السيري كنت متبعها، ساليت الفراجة ونت نشوف شي حاجة من داكشي اللي راجعت في القهوة، وفي نفس الوقت كنتسنى في الفيكس يصوني.
حيت اليوم تعطل بزاف. موالف 8:30 كيصوني اليوم، وصلت 10 وباقي ما كاين والو. ما كاين والو حيت هادشي اللي جاي من ورا 10 غادي يقلب حياتي 180 درجه. 10:15 تقريبا، هاد المره البورطابل ديالي هو اللي كيصوني. ملي جاوبت لقيتها عمتي، من الصوت ديالها عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت ليها ياك لاباس؟ قالت لي والو باس، راه حنا دابا شادين الطريق، وجد راسك راه غادي ندوزو عندك للدار من هنا نص ساعه. باش نمشيو للدار عندكم راه الوالد ديالك عيان شويه. سمعت انا هاد الهضره عرفت بلي كاينه شي حاجه واقع، ومبغاوش يقولوها ليا. ما بغيتش نسول في التليفون، ولكن غير وصلت عمتي وراجلها وركبت في الطوموبيل بديت في الاسئله. سيرتو ملي بانت ليا عمتي بحال باكيه، كنسولها والو، كتقول لي راه غير عيان، وحنا نيت كنا غادي اليوم بالليل، قلنا نديوك معانا تشوفو ونرجعو مجموعين غدا بالليل. صافي حبست الاسئله، خفت نسمع شي حاجه ما تعجبنيش. الجو اللي غاديين فيه ماشي كيف كيكون ديما، كلشي ساكت، وراجل عمتي اللي موالف يطلق الموسيقى ويبدا يغني، ضارب الطم وشد الفولون بحال الروبو. دماغي مزقاش من التخمام، وديك 4 سوايع ديال الطريق دازت عندي بحال شي سيمانه وحنا شادين الطريق. وصلنا للدخله ديال المدينه مع شي 4 ديال الصباح. مع دخلنا مع تصير عليا قلبي، ما عرفتش ديك الساعه علاش، ولكن غادي نعرف ملي غادي نوقف قدام العماره ديالنا، وغادي تبان لي الدنيا عامره وعمي كاين تما. صافي هنا عرفت بلي الوالد ماشي غير عيان، ولكن الدم والامانه امانتو. مع خرجت من الطوموبيل جا عندي عمي وعنقني كيقول لي البركه في راسك ولدي، وحاول تصبر راه كلنا ليها. هاد اللقطه حتى دازت شي 10 ايام عاد تفكرتها، حيت كان الهم الوحيد ديالي ديك الساعه هو نطلع للدار ونشوف نيت شنو واقع. الدار الباب ديالها محلول، الدنيا عامره. ملي دخلت كنلقى خويا جالس حدا الواليد اللي بقى غير الجسد ديالو، اما الروح مشات ومشاو معاها بزاف ديال الحوايج. الشوك ديك الساعه ما خلى حتى دمعه تنزل من غير الملامح ديالي اللي ولات باكيه. مشيت عند الوالده ما قدرتش نهضر معاها، حيت غير شافتني عنقاتني وبدات كتبكي. عرفتو من هادشي كامل اللي واقع حاجه وحده اللي باقا ما مفهوماش ليا، وهي كيفاش الوالد يلا هضرت معاه البارح صحه سلام اليوم مات. الشوك خلى هاد السؤال ما يطيحش ليا في بالي حتى داز شي ساعه على روب من بعد ما وصلت. رجعت عند الوالده لقيتها مخنوقه بالبكا. سولتها شنو وقع، كيفاش مات، واش سكتة قلبية؟ عرفتو باش جاوباتني؟ باك غدروه ومات بسبب الضربة ديال شي واحد. أول مرة كنحس بواحد الإحساس اللي فشكال، الجسد ديالي برد ولا كيبان ليا غير الظلام. الحالة اللي كانت فيها الوالدة ما قدرتش نزيد نسولها على لي ديطاي، وما بغيت ندير حتى شي رياكسيون. الحاجة الوحيدة اللي درت هي مشيت عند عمي ديك الساعة وسولتو شنو وقع، وكنهضر معاه بحال ما واقع والو وبهدوء. من بعد ما حكى لي شنو وقع عرفت ان الوالد كان في القهوة اللي كيجلس فيها ديما وكيلعب كارطة مع صحابه. ديك الساعة كان قرب يبدا الماتش ديال تشامبيونز ليغ، جا عندهم مول القهوة وقال لهم جمعوا الكارطة راه بغينا نقادو الكراسة على حساب الماتش. مول القهوة عنده نفوذ كتيرة وكيلعب الدور ديال توماس تشيلبي في ديك المدينة. أما الوالد من الناس القدام ديال المدينة، كلشي كيحتارمو، ونقدر نقول كلشي كيخاف منه، حيت ملي كان صغير كان ما كيقدرش شي واحد يزيد معاه الهضرة. ملي جا عندو مول القهوة وهضر معاه ما تسوقش ليه، هادشي خلى مول القهوة يتجه للعنف. ومع الصورة اللي عنده على الوالد فما كان عنده الا يزرب على الوالد قبل ما يزرب عليه وطيح السمعه ديالو. ناض ضربو طيحو في الارض وبقى كيضربو برجليه.
هادو كانوا لي ديتاي اللي عرفت من عند عمي، ومن بعدها عرفت دي ديتاي جداد حكاتهم ليا الوالده، حيت من ورا المشكل اللي وقع في القهوه عيط الوالد على الوالده وقال ليها انا في الدار اجي عندي راني عيان وفي السخفه. مشات عندو الوالده هي وعمي وما بغاش يقول ليهم شنو وقع، ولكن بقاو حتى عرفوا باللي راه الدار. داوه ليرجونس اللي بغاو يعبروا ليه لا طونسيون ما بغاش تعبر، صافي قالوا ليهم رجعوه للدار. من وراها بساعه توفى الله يرحمه. ملي كيوقع ليا شي مشكل كنبغي نبقى راسي ونفكر في الحل، ولكن هاد المره ما كنتش عارف كيفاش نلقى الحل، حيت في الحقيقه ما كاين حتى شي حل اللي غادي يرجع الوالد للحياه. مشيت طلعت للسطح بقيت جالس راسي كنفكر في هادشي اللي واقع. وصلت 8 ديال الصباح الوالد بقى في لاموك حتى يتقادوا الاوراق باش نقدروا ندفنوه. الوالده مشات هي وعمي للكوميساريه باش يديكلاريو البوليس شنو وقع. البوليس قيدوا داكشي اللي عندهم، ولكن هنا فين غادي تبدا ترول القضيه. لوتوريزاسيون ديال الدفن تعطات بلا ما يطلبوا لوتوبسي، والتقرير ديال الطبيب فيه ان السيد فيه ضربه في راسه ولكن ماشي هي سبب الوفاه، وحتى الطبيب اللي كان شافه قبل ما يموت كيقول ان السيد كان في حاله هستيريه ملي جا ليرجونس وعندو الاعصاب. هادشي كامل كيبين حاجه وحده، واللي هي انه كانوا شي تدخلات اللي خلاو الاحداث الحقيقيه ما تبانش، وفي التقارير يكونوا احداث اللي غادي تبرئ المتهم. ملي الوالده وعمي بان لهم هادشي فيه شويه ديال الخواط مسكتوش على حقهم، فتقرر باش يتلغى الدفن ويديو لواحد المدينه قريبه لينا باش يدار ليه لوطوبسي. رجعوا للدار هي فاش عاودوا لينا هادشي كامل. العشاء اللي كيدار ملي كيتدفن الميت تاجل حتى هو، العائله الجيران كلشي مجموع في الدار، كلشي كيهضر على شنو وقع، واللي خاطر هو كلشي كيبكي بلا ما نساو الناس اللي باقي ما شفتوش. هاد لي زانغريديون كاملين خلاو الجسد ديالي يبقى واقف ولكن بدون اي احساس بانني حي. كنت نقدر نمثل دور ديال زومبي فولكن داد بلا ميكاب. مول القهوة تشد باش يدار معاه تحقيق، ولكن بما ان الدولة عامرة باشباه اسكوبار فخرجوه نهار تاني من بعد ما شدوه. ولكن هالريزولتا ديال لوطوبسي خرجات، كيف كان كل شي عارف الوالد مات بسبب ايموراجي في الراس زيد عليها بزاف ديال الضربات في الجسم ديالو كامل، اللي منهم ضربة في الكلوة، وماشي الاعصاب كيف كيقولوا الناس اللي باغين يخبيوا الحقيقه. مول القهوه تشد مره اخرى، وبالنسبه ليا تمنيت تكون مدى الحياه باش يلا نرتاح شويه ويرتاحوا العائله ديالي، على الاقل غادي نقدروا نقولوا راه غادي يخلص على داكشي اللي دار الوالد. دابا كاين دليل ثابت على انه هو السبب في الموت ديال الوالد، وغادي يخصو غير الشهود اللي غادي يزودوا اكدوا الحادثه. مهم دازت 8 ايام عاد تعطاتنا لوتوريزاسيون باش ندفنو الوالد. دفناه دار العشاء كلشي داز مزيان، ولكن باقي ما كاين حتى اخبار على شنو داروا مع مول القهوه. ملي داروا معاه التحقيق نكر وقال لهم ما عمرو ضارب مع الوالد، وقال لهم بلي هو راه مريض بالقلب ومخبيها على عائلته. وهنا بداو بزاف ديال الاحداث كيوقعوا، بحال كل مره كيجينا واحد بسميه العائله ديال مول القهوه وكيعرض علينا الفلوس او يشريو لينا دار باش تنازل الوالده على القضيه، او بحال فاش عيطات مرتو الوالده وعرضات على اي حاجه بغات. ولكن الوالده طمعات بزاف وقالت ليها بغيت راجلي. هادشي كامل في الحقيقه ما بقاش فيه الحال عليه، حيت كتشوف بلي راه حتى هو عنده وليدات وكيحاول يدير اي حاجه هو وعائلته باش يرجع لولادو. ولكن حقت ملي بدات الهضره كتطور بلي كيجيو يعرضوا علينا بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا كنطلبوا اكثر. هنا حتى داك شويه ديال الانسانيه اللي بقى فيا طيروه. اسكوبار بغيت نقول مول القهوه
كان نيت كيدير اي محاوله باش يجيب الحظوظ لجهته، بحال الشهود اللي كيكونوا باغين يشهدوا وياكدوا باللي المضاربه دازت في القهوه وباللي هو اللي ضرب الوالد، وكيبطلوا الراي ديالهم اللي كيدبر عليهم، او بحال ملي واحد الدري بغى يشهد وشرى ليه موطور باش يسكتو، بلا ما نساو الناس اللي غادي ياخذوا القرار في هذه القضيه واللي كلاو وشربوا مزيان حتى هما معاه. من بعد تقريبا شهر من ورا الحادثه رجعت انا لافاك، بتعبير اخر رجع الجسد ديالي لافاك ودماغي بقى مع الوالده وخوتي ومع القضيه ديال الوالد اللي بقى مرونه. الصراحه ما لقيتش مشكل مع لي بروف، تساعدوا معايا بزاف وقدرت ندوز لي كونترول اللي فاتوني، وحتى لي كور ما لقيتش فيهم مشكل، الدراري كانوا معايا الرجوله وعاودوا معايا كلشي. الجلسه الاولى ديال المحكمه دازت تقريبا من ورا فاش رجعت لافاك، والمحامي ديال مول القهوه طلب من القاضي تعاود لوطوبسي، خصوصا وان الشهود كلهم شهدوا بلي ما كانت لا مضاربه لا والو داك النهار في القهوه. من بعد 3 ديال الشهور تقريبا هنا كانت المفاجاه، السيد خرج براءه من بعد ما دار لوطوبسي الثاني وبين انه ما كاين حتى ضربه في الجسد ديال الوالد. الضربات اللي قالوا ما لقاوش باينه كيفاش حتى ما بقاوش تلقاو، راه كيف قلت لكم الفلوس يقدروا يبدلوا كلشي. وهنا بداو كيتجمعوا بزاف ديال العوامل اللي منهم الضربات ديال الوالد، وليت كنحس بهم انا، وليت كنحس بالام في الداخل كبر من الاول، وباش يتجبد الوالد من قبره ويتكرفصوا عليه مره اخرى وفي الاخر يمشي ليه حقه، خلاتني نحس بالشمتة. الراجل اللي قتل الوالد مطلوق وفرحان هو وعائلته، حيت القضاء برأه حتى من بعد ما كان الاستئناف. هاد العوامل خلوني نفكر في شي حوايج ما عمري كنت كنتخيل نقدر نديرو. اي واحد منكم دابا غادي يقدر يكون تخيل شنو غادي ندير، ننتقم للوالد وناخد ليه حقه. من بعد ما خديت الوقت ديالي في التخطيط بديت في التنفيذ ديال الخطه ديالي. اول حاجه درت قنيت عليه مزيان، عرفتو فين كيتحرك وقتاش كيخرج من الدار وقتاش كيدخل الدار، ولادو ومرتو فين كيمشيو منين كيجيو. الصراحه الطريقه اللي فكرت فيها باش ننتقم كانت مبنيه على انني نخليه يحس الاحساس ديال كيموت ليك شي واحد ظلما وحتى واحد ما كينصفك وما عندكش حتى فرصه فين تساعد هذاك اللي كيموت ليك. من ورا هاد الشي دبرت على النمره ديالو اللي ما كانتش شي حاجه صعيبه باش نلقاها، وعيطت عليه قلت ليه باللي انا من الناس اللي غادي نمشي نشهد ضدك، وعندي دليل على انه انت اللي قتلتي داك السيد حيت كنت كنصور بالبورطابل ديالي. ملي سمعت الهضره حسيت به تشوكه مزيان وما بقى عارف ما يقول، داكشي علاش انا اللي كملت الهضره وقلت ليه الا بغيتي هاد الفيديو ما يبانش من هنا ربع ساعه غادي نجي عندك للدار وغادي نقول لك شنو بغيت. هادشي اللي درت كان فيه مغامره كبيره، ولكن انا لعبش على الوقت حيت ربع ساعه ما كافياش باش يفكر مزيان. قبل من هادشي درت مغامره اللي خطر من هادي، ملي دقيت في دارو ودخلت على مرتو وولادو حزمت ليهم يديهم سديت ليهم عينيهم وفامهم وبقيت كنتسنى فيه. مع دخل ما حطيت عليه جنوية وديتو للصالون ديال الدار، حتى هو درت ليه نفس اللعبة، حزمت ليه يديه وسديت ليه فمه، ولكن عينيه لا حيت كلشي داير على انه خاصو يشوف ويتعذب. وهنا فين بدا الفيلم، دخلت مرتو ولادو لواحد البيت اللي مقابل مع الصالون ودخلت معاهم بوطة كبيرة، سديت البيت وما خليش حتى بلاصة منين يدوز الريح وطلقت البوطة. اللي ما عارفش هو وهو انه ديك البوطة خاوية، ولكن عند راسو كيشوف ولادو ومرتو كيموتو قدامه وما قادر يدير والو. ومع الفيلم ديال الخليع خدام قدامه انا عاد قدمت ليه راسي
ما عمرني ما شفت شي واحد مجموع عليه الإحساس ديال الخلع، البكية، الحزن، الحقد في عيني دقة واحدة، حتى شفتها في وجه هذا المخلوق. وهنا فين بديت كنرتاح، ولكن الراحة ديالي غادي تكمل في آخر إيطاب، ملي دخلت البيت النعاس اللي كنت ديجا وجدت فيه حبل باش يشنق راسو. وي كيف سمعتو يشنق راسو، حيت ما بغيتش نوسخ يدي. وقلت ليه غادي نحل ليك يديك، غادي نخرج وغادي نسد الباب ديال البيت، وعندك جوج حلول، يا غادي تشنق راسك، يا غادي تبدا تغوت ولا دير شي رياكسيون وغادي نشعل العافيه في الدار كامله وغادي تموت محروق. في جميع الحالات راك ميت، وحتى الا عشتي ما بقى عندك لاش تعيش، حيت خربقت لك حياتك كيف خربقتي لي حياتي. في ديك اللحظه هو عند راسو راه مرتو ولادو ماتو. خرجت وبديت كنخوي ليسونس اللي كنت جبت معايا على الدار كامله، ما جيت فين نكمل حتى كنسمع واحد الصوت اللي خلى الحياه ترجع فيا. حليت الباب لقيتو مشى ومشات معاه حزاني. حليت على ولادو وخرجت في حالي. من بعد ما خرجت كنت الصراحه موجد كلشي، داكشي علاش غادي نرجع شويه للور ونشرح ليكم شنو كنت درت. قبل من هادشي كنت دبرت كيفاش ندير باش نخرج من البلاد، وعاوني بزاف واحد الدري صاحبي اللي عايش في الخارج، واللي زوين هو انه ما خرجتش بالهويه ديالي، حيت دبرت في باسبور مزور وقدرت نسلت به. الوالده كنت علمتها بيومين قبل اني غادي نسافر للخارج ونقدر نبقى تما ندبر على راسي، ما عرضتش الفكره نهائيا حيت كانت كتشوف حالتي كيف دايره، وبالنسبه ليها كانت فرصه باش نمشي نبدل الجو شويه. القصه ديالي ما كنتش غادي نحكيها كون ما كنتش متاكد انه ما غادي تشكل حتى مشكل عليا دابا. وهاد القصه مرحله من حياتي اللي غيرات حياتي كامله، حكيتها باش نرتاح وكل شي عرف شنو كاين.